كنا أعلنا في البرنامج عن 22 فرصة تدريب للطلبة والطالبات في جميع التخصصات، طلبة إعلام وأسنان وتجارة، وده كان بالتعاون مع مؤسسة أيوت، وطبعا يعني أشكرهم جدا على هذه المنح. تعالوا نشوف التدريب. ولادي برضو، وكان الموضوع يعني سهل جدا وبسيط، وقد ايه الناس فريندلي معانا بتوين ان هي مش مربحة ولا اي حاجة، احنا ما دفعناش اي حاجة وكل حاجة كانت سهلة ومبسطة، بس هما بيعملوا خدمة للشباب عشان ننزل نتمرن في اكتر من مكان وفي احسن الاماكن والشركات والبنوك. برضو كلموني بسرعة جدا تاني يوم، الناس كانت سلسة يعني، وساعدتني جدا ان انا اوصل للمكان بسرعة، ووصلنا بداية التدريب اللي هم ساعدونا ان احنا ننزل هنا كاستمر سيرفيس، خدمة عملاء. التيم كله كويس جدا، اتعلمنا حاجات كتير جدا، قابلنا عملاء، الناس كانت بتدينا بصراحة هنا وقت كتير جدا من وقتها يعني الشخصي، فهتبقى فرصة حلوة ان هم يعني ينزلوا ترين كتير وتعلموا واستفادوا، مادام في منظمة قادرة ان هي توصلهم الحاجة دي في وقت قليل وبسرعة. والحقيقة ان انا فخورة ان احنا عندنا في مصر مؤسسة زي مؤسسة ايوت، ان هي بتقدم ترينينج والمؤسسة غير ربحية، فهي كل اللي يهمها بس ان احنا نعلي من السكيلز بتاعت الطلبة وان هم يستفيدوا اكتر. لقيت نفسي منضاف في جروب جريدة اليوم السابع، بجد ما كنتش متوقع ان انا هكون في مكان محترم زي ده طبعا، لان اصلا انا بقالي كذا فتره بدور على مكان ونزلت كذا مكان، بس مكان مش كويس زي ده طبعا، والحمد لله لقيت نفسي في مكان محترم زي ده. اتعلمت كتابه خبر تقارير تقريبا في كل الانواع، قسم ثقافه بيتقسم لثقافه واثار، اتكتبت في الاثنين، وعن الفنون التشكيليه كتبت في حاجات كتير. هناك متعاونين جدا معايا، بيساعدوني بشكل كبير، بيعتبروني واحده منهم، وحسيت ان انا منهم في وقت قليل جدا. لقيت كمان مجالي اللي هو مجال طب الاسنان هناك، اخترت المكان الاقرب لي، واتكلمت مع شركه ايوت وكده، ان هم قالوا لي المواعيد وامتى اروح العياده وكده، ولما رحت العياده الدكاتره رحبوا بيا ويعني وكانوا محبوبين وكل حاجه. فعلا التجربه دي هتفيدني قدام حتى في كاريري وكده، وبما ان احنا لسه سنه ثالثه ما دخلتش كلينكس، فحبيت اعرف اكتر عن كلينكس قبل ما ادخلها، وشفت تعاملهم مع البيشنتس، عرفت ازاي اقدر اتكلم مع البيشنت حتى بره المجال العمل يعني. احنا بنستهدف فئات شباب، احنا عايزين نعمل تمكين وتطوير وتنميه وتاهيل للطلبه، احنا بنحاول نوفر فرص تدريب للطلبه في الشركات علشان الطالب لما يتخرج يبقى عنده الخبره العمليه اللي تاهله انه يشتغل. كمان ما بنقولش كده بس، احنا بنحاول نعمل له ورش عمل عشان نديله مهارات اكتر واكتر مع التدريب. على فكره احنا كل ده بنقدمه مجاني بلا اي مقابل، بالتعاون برضو مع واحد من الناس. احنا بجد عمري ما هنساله ان هو واقف جنبنا، ان هو زع ان احنا موجودين، لان في طلبه كتير وشباب كتير ما تعرفش. بعد ما زعته جالنا عدد كبير ابلكيشن سجل اونلاين، واحنا كمان الحمد لله كنا قد المسؤوليه، اتصلنا بيهم ووفرنا لهم الفرص، ودينا كل واحد حسب تخصصه. انا سعيده جدا بالمقابلات اللي انت عملتوها النهارده، سعيده بالرد الفعل بتاع الطلبه.